طلب البرلمان الأوروبي النظام الإيراني بالإفراج عن المعتقلين الذين يحملون الجنسيات الأوروبية. ودان البرلمان في قرار أصدره في ستراسبورغ تعرض المعتقلين للتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتزاع اعترافات بالقوة وتلفيق تهم ذات صلة بالوضع الأمني. وأشار النواب في القرار إلى أن المعتقلين الذين يحملون الجنسيات الأوروبية والإيرانية يقبعون في سجون انفرادية ويعانون من العزلة، وأن وضعهم الصحي متدهور بعد ملاحظات بأن العديد من السجناء يعانون من نقص العلاج والأدوية. وأعرب النواب عن قلقهم الشديد إزاء المعتقلين الذين يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية اعترافات انتزعت منهم بالقوة.